السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الثانية بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى صحة جيدة. في هذا الفيديو غادي نديرو لابارتي 3 ديال لو كور رياكسيون اسيدو بازيك، وبالضبط لابارتي ديال الدوزاج. وكاين اللي كياخد هاد لابارتي كيديرها درس، ماشي مشكل. المهم انا راه درت لكم بارتي 1 وبارتي 2، وهذه هي لابارتي 3. وغادي نبداو على بركة الله. اولا غادي نعرفو شنو هو المعنى ديال الدوزاج. الدوزاج ولا التيتراج عندو جوج تسميات. الدوزاج كنديروه الا كانت عندنا واحد سوليسيون عندها لا كونسونطراسيون انكوني، كتسمى لا سوليسيون تيتري. باش نعرفو لا كونسونطراسيون ديالها ولا باش نجبدوها، كنجيب واحد سوليسيون اخرى عندها لا كونسونطراسيون كوني. يعني الا كانت هذه سوليسيون اسيد وعندها لا كونسونطراسيون انكوني، كنجيب واحد سوليسيون بازيك كندها لا كونسونطراسيون معروفة كتسمى سوليسيون تيتخونت. وكندير واحد التجربة واحد لا ميثود إلى آخره. ولا رياكسيون ديال الدوزاج عندها ثلاثة الشروط، خاصها تكون غابيد وتكون توتال وتكون يونيك. غابيد باينة بمعنى خاصها تكون سريعة، توتال يعني خاص يكون عندها تضامن سمو كيساوي تقريبا واحد، غالبا كتلقاو 0.99. أما بالنسبة لإيونيك بمعنى لو رياكتيف اللي غيتفاعل من هاد لا سوليسيون، خاصو يكون لو رياكتيف المقصود في هاد لا سوليسيون. يعني ما يكونش داك التشتيت هذا كيتفاعل مع هذا وهذا كيتفاعل مع الاخر، كيتفاعلوا غير هما بجوج. ثم غادي نشوفو لو مود اوبيراتوار. لو مود اوبيراتوار كيخصنا نعرفو الاسماء، هادي كتسمى لا بيغيت وهذا كيتسمى لو بيشير، وهاد لو ديسبوزيتيف هذا كيتسمى لو ديسبوزيتيف داجيتاسيون مانيتيك. المهم غادي نبداو دقه دقه. قلنا هادي لا بيغيت غادي وهذا لو بيشير. بالنسبه لا سوليسيون تي 30 غادي تعقل مزيان كدار في لا بيغيت، يعني ما يمكنش نديرو سوليسيون تي 30 في لو بيشير. اما بالنسبه لا سوليسيون اتي 3 كدار هي في لو بيشير. يعني فهادشي اللي كاين هاد الاناء اللي كاين هنا ماشي بالضروره نسميوه بيشير. المهم شي حاجه كدار هنا باش نديرو فيها واحد لا سوليسيون. هاد ديسبوزيتيف قلنا سميتو ديسبوزيتيف داجيتاسيون مانيتيك. شنو هو الدور ديالو؟ فيه شي حاجه المغناطيس في الداخل، وفي وسط من هاد لا سوليسيون كنديرو واحد لو باو ايمونتي، يعني شي حاجه فيها المغناطيس. وملي كنخدمو هاد الجهاز، داك المغناطيس اللي كاين في وسط من الجهاز كيأثر على هذا وكيدور، كيبقى هذا يدور بالجهد. شنو هو الدور ديالو؟ باش يخلط لينا هاد لا سوليسيون. علاش؟ لانه الا بغينا مثلا نعبروا بي اش، في كل مره كنعبروا بي اش وما كانتش هذيك لا سوليسيون مخلطه مزيان، ممكن تعبر بي اش غادي تدخل داك لو بي اش متر في واحد البلاصه غادي يعطيك واحد لا فالور ديال بي اش، ولا درتيه في بلاصه اخرى يعني في نفس السوليسيون غادي يعطيك فالور وحده اخرى. علاش؟ لانه ني با اوموجينيزي، يعني ما مخلطاش مزيان. دونك هذا هو الدور ديال لو بارو ايمونتي. وبالنسبه لهادشي اللي بقى في الدرس غادي نديرو سو فورم دان اكزيرسيس. الا ما عجبتكمش هاد الطريقه قولوا لي في لي كومونتير ونعاود هاد لابارتي. وهاد ليكزيرسيس خديتو من الوطني ديال بي سي ولا سيونس مات، صراحه ما عقلتش. المهم ليكزيرسيس فيه الدوزاج دين سوليسيون داسيد باغ ان سوليسيون بازيك، وغادي نديرو الدوزاج باغ بي اش ميتري، بمعنى كل مره كنعبرو لا فالور ديال بي اش. وننتخدي دون زان بيشير ان فوليم في ا ايكال 15 مليليتر دين سوليسيون داسيد، هذاك لاسيد سميتو ا اش، يعني بلا ما نعطي لا فورميل ديالو. دو كونسونتراسيون سي ا انكوني puis où lui ajoute progressivement هي بشوية أليت دون بيريت غراديو إن سوليسيون ديدروكسيد صوديوم إن أ زايد زايد أش أو ناقص دو كونسونطراسيون سي بي. المهم لاسيد عندو لا كونسونطراسيون ما معروفاش، وباش نجبدو ديك لا كونسونطراسيون كنزيدو عليه واحد لا باز عندها لا كونسونطراسيون معروفة. السؤال الأول، السؤال الثاني والثالث والرابع إلى آخره، قراو هداك الشي وغنمشيو لا كوريكسيون. اول سؤال قال لك ريبريزونتي ان شيما انوتي دي ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال، بمعنى قال لك رسم الشيما واعطي السميات. بالنسبه للشيما معروف
غير هو بالنسبة لهذا اللي كان دير أنا في الدرس، يعني خديت بحالة تصويرة حقيقية. انت تقدر ترسم بالطريقة ديالك، ماشي مشكل. المهم هو ترسم هاد لابيغيت، وهذا سي تان سي بور الحامل. وهنا شنو غدير؟ في لو بيشير غدير لاسيد، لانه هو اللي من بغينا نديرو الدوزاج، هو اللي عنده لا كونسونطراسيون انكوني. يعني هنا غدير لاسيد اش، وفي لابيغيت غدير لاباز. لاباز ان ا زايد زايد او اش ناقص، ولا اش او ناقص، هي هادي. هادي قلنا سميتها لابيغيت، وهذا سميتو لو بيشير. وبالنسبة لهاد الديسبوزيتيف كيتسمى لاجيتاتور مانيتيك، وهاد القطعة هادي اللي كاينة في الداخل ديال الكاس سميتها لو بارو ايمونتي، الا بغيتي غادي تزيدو. دونك غنشوفو لا كيسيون 2. Écrire l'équation modélisant la transformation ayant lieu au cours de ce dosage. Dosage, je nous fais. Quel est l'acide flubicher? Quand je dois lire la base. La base est ici. Ou le kin benis belad liou ma kit falch. Marouf. Idan je voulais kit fal hada. Yani l'acide, quand je dois lire had la base, kit fal minha hada. Ou telegadin diro. Hadak l'acide. غادي نزيدو عليه اش او ناقص، شنو غيعطينا؟ غادي يعطينا لا باز ديال هاد لاسيد اللي هي ا ناقص زائد اش دوزو، لانه باينه غادي توازن بالنسبه لاش. عندك هنا جوج، وهنا غادي يكونوا جوج. الاكسجين كاين واحد هنا واحد، والاشاره ناقص كاينه وحده هنا، وهنا كاينه وحده. اذا داكشي هو هذا. وتقدر تزيد هنا لي زيطا فيزيك، نسيتهم. واحد الملاحظة مهمة بالنسبة للغياكسيون دي دوزاج إلي توتال، يعني إلا درتي جوج تلاسهم راه خاطئة عندك، يعني الأستاذ غادي يضرب لك عليها. يعني خصك دير سهم واحد، مزيان. عندنا جوج ديال لي غياكسيون كنديرو فيهم سهم واحد، هي ديال الدوزاج، ولا إلا كنا عارفين أنو لا ترانسفورماسيون توتال، يعني حسبنا طو دوك المسائل وعرفنا بلي ترانسفورماسيون توتال. اما داكشي الاخر كنديرو جوج ديال الاسهم. السؤال الثالث، دغيسو لو طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون كنرسموه عادي جدا، فقط بالنسبه لي زيطا من الاحسن. بالنسبه لي طان تيرميدير نديرو افون ليكيفالونس، ولي طا فينال نديرو ا ليكيفالونس. هنا غادي نديرو ليكواسيون ديالنا. بالنسبه للاسيد عندو في الاول لا كونتيتي دو ماتير هي سي ا فوا في ا، ولا باز عندها سي بي فوا في بي. وبالنسبه لهاد لا باز عندها صفر، وفي ليطا افون ليكيفالونس هذا غادي تكون عنده سي ا في ا ناقص اكس، ولا باز غتكون عندها سي بي في بي ناقص اكس. وفي ليكيفالونس هذا غادي تكون عنده سي ا في ا، وبالنسبه لهاد لا باز غادي تكون عندها اكس. وفي ليكيفالونس لاسيد غادي تكون عندو سي ا في ا ناقص اكس ايكيليبر، وبالنسبه لا باز غادي تكون عندها سي بي ولكن في بي او، يعني لو فوليم فيرسي ا ليكيفالونس ناقص اكس ايكيليبر. وهذا غادي تكون عندو اكس ايكيليبر، وهذا راه ديجا اون اكسي. هذا هو طابلو دافونسمون. السؤال رقم 4، ديتيرميني لي كوردوني في بي او اي بي اش او دي بوان ديكيفالونس. شنو دارو بالنسبه لهاد ديكسبيريونس؟ دارو داك لاسيد في لو بيشير، وكيزيدو عليه لا باز، وكل مره كيعبرو بي اش، يعني بي اش بدلاله لو فوليم اجوتي ديال لا باز، ورسمو هاد لا كورب. السؤال هو قال لك ديتيرميني في بي او، هذاك في بي او اللي كنا كنحددو في الاولى بكالوريا بلا غولاسيون ديكيفالونس، ولا كيعطيوه لينا. دابا غادي نتعلمو نجبدوه بهاد لا ميثود، وغادي نجبدو بي اش او بمعنى في ليكيفالونس شحال هو بي اش ديال ديك لا سوليسيون. وبالتالي وبالنسبه لهاد السؤال ما يمكن ليكش تجاوب دابا، انا غنوريك لا ميثود. هما كيعطيوك هذا مرسوم ديال لا سيل كيطلع من التحت، وديال لا باس كيجي هابط من الفوق. المهم كيعطيوك هذا مرسوم، شنو كدير؟ اول خطوه كتاخد المسطرة ديالك، هاد المستقيم، هاد لاطونجونت، هادي وهادي، غادي تبينهم شي شوية لأنو ما كيكونوش باينين في الوطني وهذا.
ويقدروا ما يعطيكوش هادو مرسومين، غادي ترسمهم لا طونجونت فهاد الدورة هادي ولا طونجونت فهاد الدورة هادي، غالبا كيعطيوهم ما تخافوش. المهم غادي تطول هادو بهاد الشكل هذا. تاني حاجة شنو غدير؟ غادي تاخد المثلث ديالك وغادي تصايب واحد الزاوية قائمة فهاد البلاصة ولا في هادي. المهم غدير واحد الزاوية قائمة مع هاد المستقيم ولا مع هذا، فين ما عجبك وفي أي بلاصة. أنا غادي نصايبها هنا، يعني غادي تحط المثلث وغتصايب، يعني غدير واحد الشرطة بحال ما هكا. صافي انت قديتي الزاوية القائمة، صافي كتحيد هاد المثلث وكتطول هذاك المستقيم، وبالتالي هاد المستقيم غادي يكون عمودي على هذا وعمودي على هذا. ومن بعد شنو غدير؟ غادي تاخد البيركار، البيركار بالضبط، غادي تجيب هاد الحديدة هادي غادي ديرها هنا، كدور البيركار كترسم واحد القوس هنا وكتعاود تجيب هاد الحديدة لهاد البلاصة، كترسم تاني واحد القوس، وهادوك جوج ديال الأقواس كيتلاقاو في هاد البلاصة هادي. منها غادي دوز واحد المستقيم وخصو يكون عمودي على هذا، كتشوف نقطة التقاطع ديال هاد المستقيم الأخراني مع هاد لاكوغ، هي هادي. هاد النقطة غدير ليها لصقات في محور الأراتيب ودير ليها لصقات في محور الأفاصيل. إلا درتي لصقات في محور الأراتيب غتلقى واحد لا فالور، هاديك هي بي اش او، بمعنى بي اش ديال لا سوليسيون في ليكيفالونس. ولا درتي لصقات في محور الأفاصيل غادي تلقى واحد لا فالور، وهاديك لا فالور هي في بي، يعني لو فوليم اجوتي ليكيفالونس. ومن هنا غادي نجبدوهم. بالنسبة لبي اش او كيساوي 8، وبالنسبة للفي بي او كيساوي 15. داكوغ، دونك هذا هو الجواب، وهذه هي لا ميثود باش كنخدمو. حاول تعاود لا فيديو ولا عاود هاد الفقرة شي جوج المرات باش تضبطها مزيان، لانه كتحط بزاف في الوطنيات. غادي نشوفو لا كيسيون 4، كالكولي لا كونسونطراسيون موليغ سي ا، يعني ديك لا كونسونطراسيون اللي ما كانتش معروفة كيفاش غادي نحسبوها. دايما باش نحسبو لا كونسونطراسيون انكوني كنمشيو ليتا ديكيفالونس، في ليتا ديكيفالونس لي دو رياكتيف كيكونو ليميتون، بمعنى هاد لو رياكتيف وهذا سو سون دي رياكتيف ليميتون. الا كانوا ليميتون كيعني انو لا كونتيتي دو ماتير ديال هذا كتساوي صفر، ولا كونتيتي دو ماتير ديال هذا كتساوي صفر. من هنا غادي تجبدي اكس اكيليبر، شحال غادي تعطيك؟ هي سي بي فوا في بي او. ولا جبتي اكس اكيليبر من هنا غتعطيك سي ا فوا في ا، و اكس اكيليبر هنا كتساوي هاد اكس اكيليبر، بمعنى ان سي بي في بي او كيساوي سي ا في ا. هادي هي لا غولاسيون ديكيفالونس، وغادي تجبد سي ا بكل سهولة، بمعنى غدير هي سي بي فوا في بي او مقسومة على في ا، وغادي تعوض. بالنسبة لهادو راه عندك في المعطيات، سي بي كيساوي 0.2 مول على الليتر، في بي او لقينا فيه 15 مليليتر، و في ا تا هي 15 مليليتر، خلينا هادي مليليتر لأنو تا هادي مليليتر، غتلقى 0.2 مول باغ ليتر. و لا كيسيون 4 سي، أليد دو تابلو انديكي لانديكاتور كولوري كونفونابل سو دوزاج جيستيفي. تا هدا سؤال جديد، ويلاه غادي نتعلمو كيفاش كنجاوبو على هاد السؤال. يعني كيعطيونا واحد الطابلو هو هذا، وكيقولوا لينا باش نحدد واشنا هو الانديكاتور كولوري اللي مناسب لهاد الدوزاج. كيفاش غدير؟ بي اش او لقينا فيها 8، وعطاونا هاد لي زانديكاتور كولوري كل واحد لا زون دو فيراج ديالو. هذا لا زون دو فيراج ديالو كتبدا من 3 حتى ل 4.4، هادو راه لي فالور ديال بي اش، وهذا عنده من 5.2 حتى 6.8، وهذا من 7.2 حتى 8.8. كنشوفو هاد لا فالور اش من مجال كتنتمي ليه، واش كتنتمي لهذا؟ لا، لانه هذا بادي من 3 حتى 4.4، و 8 راه خارج هاد المجال، وهذا تا هو نفس الشيء بادي من 5.2 حتى 6.8، و 8 ما كايناش في هاد المجال، هذا بادي من 7.2 حتى 8.8، وبالتالي 8 كتنتمي لهاد المجال. فينالمون لانديكاتور كولوري كونفونابل هو هذا روج دو كريزول. الا بغينا نعلو الجواب ها شنو غادي نقولو؟ لانديكاتور كولوري كونفونابل لا سو دوزاج اي لو روج دو كريزول، كار سا زون دو فيراج هي هادي،
contient la valeur du pHe. أولا غادي تقول car pHe appartient à la zone de verrage de cet indicateur. واش مفهوم؟ مهم فكرة باينة، كتشوف pHe فين كاين تامي واللي عندو ديك لا زون دو فيراج هو الانديكاتور المناسب للدوزاج. غادي نشوفو السؤال الموالي، ديتيرمينو لو رابور لا كونسونطراسيون دو لا باز على لا كونسونطراسيون دو لاسيد لورسك لو فوليم دو لا سوليسيون اجوتي او ميلونج رياكسيونال اي في بي ايكال 6 مليليتر. اذا لا بغينا نجاوبو على هاد لو رابور، دايما كنستعملو هاد العلاقة pH كيساوي pK زائد لوغ ديال لا كونسونطراسيون دو لا باز على ديال لاسيد، وحنا بغينا لا كونسونطراسيون ديال لا باز على ديال لاسيد، بمعنى غادي ناخدو هاد اللوغ بهادشي كامل اللي فيها ونخليوها وغنديرو تساوي pH وغنجيبو pK للجهة الأخرى، غتولي pH ناقص pK. حنا بغينا لا كونسونطراسيون ديال لا باز على لا كونسونطراسيون ديال لاسيد، يعني خصنا نحيدو اللوغ. باش كنحيدو اللوغ كنديرو 10 أس، يعني غادي دير هنا 10 أس هادشي كامل وهنا 10 أس هادشي كامل، ولا درتي 10 أس لوغ ديال هادشي هذا كيعطيك غير هادشي هذا، كيمشي اللوغ وكتمشي معاه 10، يعني غادي يبقى لك لا كونسونطراسيون ديال لا باز على ديال لاسيد، وهنا راه درنا 10 أس هادشي هذا، ها هي 10 أس بي اش ناقص بي كا. بالنسبه للبي كا كاينه في المعطيات، ولكن بي اش ما عنديش، ولكن عطاونا لو فوليم اجوتي اللي هو في بي كيساوي 6 مليليتر، ونقدروا نستغلوا لا كورب باش نجبدوا بي اش، يعني غادي تمشي لو فوليم 6 مليليتر هو هذا، غدير الاسقاط على لا كورب وغتعاود دير الاسقاط في محور الاراتيب باش تلقى لا فالور ديال بي اش، وهنا غادي تلقى تقريبا جوج قريبا 3 2.8 تقريبا، يعني لا فالور ديال بي اش هي 2.8. صافي غادي تمشي تعوض، يعني غدير لا كونسونطراسيون ديال لا باز على ديال لاسيد كتساوي 10 اس بي اش ناقص بي كا وغتعوض. بالنسبه للبي كا راه كاينه في المعطيات هي 3 و بي اش قلنا هو 2.8 وغادي تحسب غادي تلقى 0.63. دابا غادي نشوفو واحد لا ميثود حتى هي كنجبدو بها لو فوليم اجوتي ليكيفالونس، هما كيديروا واحد لا ديريفي، كيديروا الديريفي ديال بي اش بارابور، مره كيديروا لو فوليم ديال لا باز ومره كيديروا لو فوليم ديال لاسيد، على حسب باش كنديروا الدوزاج. الا كنا كنديروا الدوزاج بلا باز كيديروا دي دو بي اش بارابور وفوليم ديال لا باز، ولا كنا كنديروا الدوزاج بلاسيد كيديروا الديريفي ديال بي اش بارابور وفوليم اجوتي ديال لاسيد. المهم كيعطيونا هاد لا كورب مرسومه وحنا كنجبدو منها في بي او، غادي دير الاسقاط لهاد البيك هذا، غادير له الاسقاط في محور العفاصيل وغتلقى واحد لا فالور هذيك هي في بي او. ولا كانت هاد لا كورب بهذا الشكل، بمعنى الا كانوا كيديروا الدوزاج بلاسيد كترسم بهذا الشكل، ونفس الشيء يعني كنمشيو لهاد البيك هذا كنديروا الاسقاط الماكسيموم ديالو، كنديروا ليه الاسقاط في محور العفاصيل، هذا هو لو فوليم اجوتي ليكيفالونس. ومره كيجمعوهم بجوج يعني كيعطيونا لا كورب اللي فيها بي اش بدلاله لو فوليم اجوتي وفيها هاد البيك هذا، واحد من هادو يا اما هذا ولا هذا. في هاد الحاله شنو كنديروا باش نجبدوا لو فوليم اجوتي ليكيفالونس؟ كنشوفوا غير هاد البيك هذا، ها هو مرسوم بهذا الشكل طالع حتى للفوق وعاود نزل، يعني الا بغيتي في بي او كتشوف غير هاد لو ماكسيموم هذا، كدير ليه الاسقاط كتلقى لو فوليم اجوتي ليكيفالونس. ولكن الا بغيتي لا فالور ديال بي اش او سيتادير لا فالور ديال بي اش ليكيفالونس، خاصك ضروري دير ديك لا ميثود اللي وريتكم قبيله، يعني غدير هنا لا طونجونت وهنا لا طونجونت ودير دوك المراحل كاملين، في الاخر كدير الاسقاط في محور الاراتيب وغادي تلقى لا فالور ديال بي اش او. وهادشي اللي كاين، وغادي نوريكم واحد لا كورب الا كانوا كيديروا الدوزاج دين باز، لانه هذيك اللي شفنا قبيله الدوزاج ديال لاسيد افيك اون باز، يعني الا كانوا كيديروا الدوزاج ديال لا باز باستعمال واحد لاسيد كترسم لا كورب بهذه الطريقه، يعني كتجي من الفوق وغاده نازله، وكنديروا نفس المراحل، يعني كنمددوا هاد لي طونجونت وكنديروا قاطع لهما ويكون متعمد عليهم بجوج بهذه الطريقة، وكنمشيو للمنتصف، يعني المنتصف ديال هاد القطعة من هنا لهنا،
كنرسمو هذا حتى هو غادي يكون موازي لهذا وموازي لهذا وعمودي على هذا. ونقطة التقاطع هي هذه، يعني نقطة التقاطع ديال هذا المستقيم مع الكورب هي هذه. كدير الاسقاط في محور الافاصيل وكدير الاسقاط في محور الاراتيب. هاد لا فالور هي بي اش او، وهاد لا فالور هي لو فوليم اجوتي ليكيفالونس، لو فوليم ديال لاسي. وهادشي اللي كاين، ونتمنى تستافدو وما تبخلوش علينا بلي لايك، واخا كاين شويه ديال الروطار ان شاء الله غادي نريكيبيريو، غير حيت خدام لكم في واحد لي ريزومي، وكنحاول نصايب واحد النماذج ديال امتحانات وطنيه على حساب هذا البروغرام الجديد. السلام عليكم.